السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة المالية الأسواق اليوم 10 أغسطس 2021. نبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي الذي لا يزال مدعوما بإيجابيات بيانات سوق العمل الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي، والتي أظهرت تحسن قوي في بيانات سوق العمل الأمريكي مما يدعم توقعات إعلان الفيدرالي الأمريكي عن البدء في تقليص عمليات شراء الأصول ببداية العام المقبل، وبالتالي شهدنا المزيد من الدعم الشرائي لمؤشر الدولار الأمريكي كما هو موضح على الرسم البياني، والمتوقع أن يتم استهداف مستوى 93.50 مقابل استقرار تداولات اعلى مستويات الدعم 92، وتظل النظره الشرائيه قائمه طالما حافظ الدولار الامريكي على تداولاته اعلى مستويات ال 92. اما بالنسبه لتداولات اليورو دولار، من المتوقع ان نشهد اختبار لمستويات الدعم 1.17، وفي حال كسر هذا المستوى من المتوقع ان نشهد المزيد من التراجع، ولكن على المدى القصير الارتداد الواضح من تلك المستويات يوفر فرصة للمضاربة على المدى القصير باستهداف مستويات 1.1750 ومستويات 1.18 في حال التصحيح، وتظل النظرة البيعية قائمة على المدى الطويل في حال اختراق مؤشر الدولار الأمريكي مستويات 93.50. وبالنسبة لتداولات الاسترليني دولار، من المتوقع أن تستقر التداولات في نطاق حيادي ما بين المستويات 1.38 والمستويات 1.40، وتتحول إلى الشراء في حال الاختراق الواضح لمستويات 1.40 باستهداف المستويات 1.42، ولكن على المدى المتوسط والقصير من المتوقع أن نشهد استقرار، ويفضل البيع من الحد العلوي لنطاق التداول العرضي والشراء من الحد السفلي لنطاق التداول العرضي قرابة المستويات 1.38. وننتقل الى تداولات الدولار ين، من المتوقع ان نشهد ايضا المزيد من الارتفاع لمستويات 111 ومنها لمستويات 111.65، وتظل النظره الشرائيه قائمه على المدى الطويل طالما حافظ الزوج على تداولاته على مستويات 108.50. وننتقل الى اسعار المعدن الاصفر، والذي سجل المزيد من التراجعات بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الامريكي وتسعير الاسواق اعلان الفيدرالي الامريكي في البدء في تقليص عمليات شراء الاصول، وقد ذكرنا المزيد من التفاصيل عن الذهب في الفيديو الصادر بالامس. تظل ايضا النظره البيعيه قائمه طالما استقرت تداولات الذهب اسفل مستويات 1760 دولار الأونصة، ويفضل استغلال اي ارتفاعات لبناء تمركزات بيعيه باستهداف مستويات 1680 دولار الأونصة على المدى المتوسط. واخيرا بالنسبه لتداولات الداو جونز، من المتوقع ان تستقر تداولات بين مستويات 34,860 والمستويات 35,000 على أن يواصل المؤشر ارتفاع المستويات 36,000 في حال استقرار تداولات أعلى مستويات 35,000. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.